تل عنده الكرة الآن لينغوردو كم هو خطير لوكاكو داخل منطقة الثمن الست أمتار وداخل منطقة العمليات وخطأ حكم المباراة يقول بطاقة صفراء راشفورد يستعد يسدد كورة اثنين عنده القدرات على ذلك بانيغا في تنفيذ الركنية القوية لا لا قطع على الطريق ببراعة اللاعب جواكيم كوريا الأرجنتيني كاد يبغي الدخية بالرأس شوف كيف سبق اللاعبين وضربها بالرأس فوق مرمى الحارس دافيد دخية سرابيا يوجد على الجهة اليسرى ميريال يلعبون كما يشاءون في الهجمات المعاكسة ناصر إشبيليا التمريرة من سرابيا في اتجاه ميريال شوف وسط الميدان الفارغ تماما من كرة واحدة أو كرتين وجد نفسه سرابيا في وضع من هناك لوكاكو يا راشفورد بالمليمتر حطها لك يا روميلو يا لوكاكو راشفورد تمريرة من أروع ما يكون في عمق الدفاع في اتجاه لوكاكو يا سلام سانشيز استلم الكرة سانشيز يا له من استحواذ مانيغا ولكن بعيد يا له من استحواذ ويا له من تراجع لدفاع فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراة ولكن هذا التراجع أي نعم قد يعني لعناصر أليكسيس سانشيز في المراوغة دخل أليكسيس ولكن الكرة سهلة راحت مباشرة للحارس سيرجيو ريكو في الاسترجاع مروان يلعب بينية رجعت مروان بابا رائعة رائعة من سيرجيو ريكو اللعبة الثنائية من مروان الذي استند على أليكسيس سانشيز خدوهات مروان في اللاين يلعبها ثنائية رائعة وجد نفسه وحده بيسرى سجلها وسيرجيو سددها وسيرجيو ريكو أخرجها ركنية ثانية لمانشستر يونايتد في الركنية راشفورد من هنالك على يمين الحارس سيرجيو ريكو أمام سمولينغ بابا خطيرة الدفاع وما زال وباسكيز يا كوريا المان يونايتد يجب ان يشكر كثيرا إيريك بايه على هذه العوده الرائعه جدا شوف العوده نتاع ليفواري شوف 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 التسديدة الحارس مباراتك اليوم يا سيرجيو ريكو رائع الكرة من روميلو لوكاكو رائعة من جيسي لينغارد بأصابع يديه أخرجها سيرجيو الحقها داخل منطقة العمليات لوكاكو التوزيع والحارس أرميلو فقط داخل منطقة العمليات وخليه أرميلو داخل منطقة العمليات وخليه راشفورد بابا جول متى تسجل يا أليكسيس سانشيز بانيغا على الجهة اليمنى كرة خطيرة سرابيا جول بانيغا وسرابيا وميريال إشبيليا كاد يفعلها في أولد ترافورد رائع أنت يا بانيغا ورائع يا إيريك باي أليكسيس سانشيز لوكاكو لو مرت هذه الكرة يا لوكاكو في المرة الأولى في الشوط الأول كان المان يبحث عن كرة عالية في اتجاه باسكيز لويسام جول فيتشينسو مونتيلا تأخر كثيرا في إقحام وسام بن يدر أول كرة استلمها حطها في الجول يا له من حظ لوسام مونتيلا يفعلها بمورينو في أولد ترافورد ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 74 المان يونايتد عليه تسجيل هدفين وحده جول مانشستر يونايتد يخرج من ثمن نهائي دوري الأبطال وإشبيليا قبل 12 دقيقة يفعلها ويسجل جول هدف ثاني أمام لاعبي مانشستر يونايتد كلهم يتفرجون شوفوا الإعادة كيف الركنية وصلت للاعب في القائمة الأول كان وحده شوف وحده هنا كوريا ولا واحد معاه في القائمة الثانية صعب في الظروف نتاع المباراة هذه الظروف اللي لا جول لوكاكو يسجل جول أول في الدقيقة 84 لوكاكو يسجل هدفه الخامس في دوري الأبطال هل هذا الهدف متأخر إلى أي مدى هو متأخر يا لوكاكو ما زال لازم تسجلوا هدفين آخرين